قاعد سيري سيري انت قاعد سيري قاعد يلا سيري سيري انت قاعد سيري لداركم قاعد وين سيري قاعد سلام البنات كي دايرين لاباس عليكم نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير مهم انا راه اليوم فيديو جديد اليوم كما قلتوا لي ديري مقلب في عثمان اليوم اول مره غندير مقلب في عثمان وماشي اي مقلب الحاجه اللي ما كيحملهاش حيتاش واحد السيده معارضه عليا للعرس وعارضه غير على العيالات وهي خصوصا على سيرتو الحجاب كيقول لي واخا تيكونوا العيالات ديري الحجاب ديالك انا غادي نقول لي غادي نحيد الزيف راه كاينين غير العيالات ونشوف رده الفعل ديال انت جيتي انا كنمشي يلا دخل شوف انا غندير مقلب باباك عندك تديرني عندك تفضحني يلا سير خرج سير غادي عند صاحبك وانت اش جابك اش دخلتي دير تشرب كنمشيتو ملي دخل شوف الصوره داك الضو كيمشي وكيجي المهم غندير فيه قلت لكم مقلب ونشوف واش غادي يدير نقول لي غادي نحيد الزيف ديالي هو واخا كي قلت لكم واخا العرس يكون مختلط واخا يكونوا العيالات غير بوحديتهم ضروري ندير الفولار ديالي الحجاب ديالي ضروري المهم انا غنشوف الله يحفظه صافي في هذا المقلب البنات والله العظيم الا اول مره غندير فيه مقلب وزيرتو هذا المقلب لي الله يحفظ لما زف عليا مشي صنداله ولا مشي مخده ولا مشي مخده بعدا راه الدنيا هانيه راه ما دير لي حتى حاجه غير شي صنداله يعطي لي الكماره يلا ها نتوما معايا وغنشد التليفون باش ما غي حيتاش عارفني انا غادي نصور واحد الفيديو اليوم بغيت نصور لكم مهما نصور لكم فيديو ديال واحد الوصفه غادي ان شاء الله غنشاركها معاكم غادي نشد التليفون البنات وغنقلبوا مع مالفا نورمالمون كنديروا قدامي بحال باش كنشوف اش كندير غادي نقلبوا باش ما هو ما يلاحظش وغادي نحيد الفلاش صافي البنات يلا نخليكم والله يحفظوا صافي نتوما اللي قلتوا لي ديري فيه مقلب احنا غنشوف هذا اول مقلب غادي ندير فيه لنجح ولا عجبكم فيديو المهم غادي باينه غيعجبكم ما تنساوش دي لايك للفيديو مح عليكم راني كنموت عليكم يلا نخليكم الله يحفظه صافي يا ربي بسم الله السلام عليكم السلام صليتوا صليت الحمد لله ما يسخن الله يسخن العشاء ولا مازال صليت كنتوا خلين لا ولا صليتوا شتك لابسه حوايج كبيره الزيف ما كنت كنصيب واحد المخيط كنت لا راه حيدت ما كتشوفش الكاميرا قايبه هاد الجانب ماشي واش تسيب هذا ما يحيى فينا شتو ما يحيى في البيت دار البيت كيلعب بسم الله واش يعاود كيعاود والو ني تفكرتيني بغيت نقول لك واحد الهضره اي سمعنا اخبار خير داك الهضره ماشي ماشي شنو تقول موي انا بغيت نقول لك واحد الهضره ماشي شنو تقول جاتني غريبه هاد الخدمه استكمش واش سمعنا اخبار خير ما مقعدات شتك عمي ما هضرت اليوم مقعيطات سبحان الله عزيز عليا باش عزيز عليا شوف دابا عثمان تعرف المره اللي معارضه عليا ماشي كاينين غير العيالات كيبان لي غنحيد زيفي بغيت نطلق شعري كشتي صبغت شعري ونطلقو اصلا كاينين غير العيالات كشتي جمعتي كيفاش العيالات نحيد زيفي ونصايب شعري ندير البوكلي ولا سامبل حيتاش كاينين العيالات لا راه شي جمعه النبضه هاتي دابا انت سبحان الله العظيم راه لا يبلغ شوفي لا يبلغ المؤمن من جحر مرتين عرفتي علاش جمعت النوضة حيت هذاك النهار تناقشنا ياكي عرفتي علاش دابا انايا الهضرة باش تخرج ليا حيت هذاك النهار تناقشنا في هذا الموضوع انا عرفتك في الاول غنقولي شي حاجة ماشي هي هذيك عادي راه ما درتيش شي حاجة هذاك النهار تناقشنا في هذا الموضوع على لا قلت لك لا راه ما يمكنش راه ما يمكنش واش واسي وراه كاينين غير عيالات اسي سي راه كي راه السير كيقولها النعاش كيقولها البهيم اسي اش هاد الهضره هادي راه ماشي معقول هاد العيالات وانت مالك
راه قلنا لك يا بنتي لا راه المشكله ماشي في العيالات، حنا قلت لك راه ماشي حد صافي راه كاين غير العيالات صافي راه صافي راه نطلق شعري، راه دابا الناس اللي كيتعرضوا اشحال وحده فهمتيني باغا واش علاش كدير كتصورها وقلت له ما خصنيك والو انت عارفه كيف سميتو غادي ديري لك في الانستغرام صوروا لي غير شعر غير صور في الانستغرام ولا في ولا في ولكن من اصلا انا في اليوتيوب ولا كنبان في اليوتيوب علاش كتبني في اليوتيوب انت ما دايرش الزيف هذاك الشيء علاش انت ما دايره دير الزيف انت تاع ولا الشخصيه اللي سميتو والله ما قبل الزيف زمان ولا ما في حتى شي حاجه عادي العيالات بوحديتهم قاعدين البيت راه كاع العيالات ملي كنمشي انا متعاود كنبقى على العيالات كيحيدوا زيوفهم مالهاش فيها فاتا شي حاجه انت ديما حرام 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 يا مالهاش واش بنت الحرام راه ما جبنيش الحرام وفهمي فكره ما قلتلكش نبتي حرام انا ما قلتش لك على حرام راه ما نعذر انايا كتقول لي هكا يا ربي السلامه يا ربي السلامه على هذه المراه هذه لا لا بس ملي تخلعتي تقولي هي هذه كاع شي حاجه عارفيني معصب في قصتيني ما شوف غير لك واحد الدروس ديال الثومه والله العظيم مرة تاع هي طونجي الدار واه الان سخون كيف ولا كان حتى شي حاجه ما قلت شي حاجه راه المشكله ملي غتمشي عند عيالات ياكي الوقت مخلطه العيالات راه الوقت مخلطه غتصورك شي وحده وراه المشكله ودابا اش كترفض غير واحد في الانستغرام وسميتو وانت المشكله كدير الزيف وكنت ما كديرش الزيف نقول ماشي مشكله ما قلتش انا حرام راه ماشي حرام ماشي عيب العيالات يعني ما وكان الرجاله ماشي مشكله راه حاجه اخرى هذه ولكن راه العيالات ايوا دخليها لراسك المشكل انت باش تدخليها لراسك راه قلت لك يا بنتي راه غيصوروك انت ما باش تقبلي الفكره بان راه مشيتي كاين العيالات كذا راه غادي يصوروك وحده وحده الا كانت الا كانت هزت التليفون وكتصور فيك كتصور فيك ها هي وفين غنولوا حنايا فين غنولوا اش تقدر تقول لي الموضوع في هذا الشيء يا وحده ما عنديش موضوع انا ندير لك موضوع نفوت حساب انا كاع نمشي لخربتنا كاع واش سيري انت كاع سيري كاع يلاه سيري سيري انت كاع سيري لداركم كاع واه سيري كاع زعتي لا كنضحكوا على حماك كنضحكوا راه عاد كاس ضرب ليا على يدي وطحاش صافي سيري دخل اسد اسد عليك البيت سد عليك البيت ما كنضحكوا هاي قلت ندير بحق النوض وضرب لي كاس من يدي صافي يا سير سد اسد اللي بتقول وجاتلك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم على قبل زيفه انت هرس الكاس دابا على قبل زيفه هرس كاس على قبل زيفه هرس لي كاس شوفي راه الدفي ما خصهاش تغوتو حتى الدفي صافي كاين الدفي بلا ما نبقى نغوتو عليه كيفاش كيفاش كيدري كيفاش على قبل زيفه درتي ليا هاد الحاله انا وبقات تشوف فيا انت كي بان لك كي بان لك القضيه هذه بان لك واش واش شي حاجه ليا ماشي صافي حنا مفاهمين فاهمين على مزال يسحب ليا داير بحق ماشي ماشي بحق ياك والله ما تسحبش ليا انت داير بحق شوفي انا بحال راه استفزيتيني كي دابا كيفاش استفزيتك على هو الكاس اش داير ليك على قبل زيد دابا حصلتيني فقصيني اللهم ضرب كاس ولا ما نديرش اش ضربني انا لا ما نضربكش لا ما نضربكش علاش نضربك ما نضربكش اللهم ندفع الكاس ولا ندير شي قبصين شي حاجه ولا ندير نديرو كاع واه حنا كاع سميتو سير يا حيا سد الباب هاي حيا راه ما كان لا كان تخيل بقى نغوت قدام الدري واه واه محشوم هادشي واه سد يا حيا الباب عرفتي خديني انت كاع يجيك مليح سيري تمشي عند الموك سيري عند الموك ياكي وريحي وارتاحي وتلقي شعرك هنا ولا تل هنا ولا تل هنا تلقيه انت كاع تلقيه كاع تلقيه هرب تسال عندك انت كاع وهنينا كاع من هاد الشي كاع كامل ديالك واه واه لا ماشي معقول هادشي واه زعلتيني كاع طلعتي من كاع واه اجي نقول لك اجي 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 نهضر معاك انت ما عرفتش انايا مالك دايره ديما فيما كنهضر معاك انايا في شي موضوع كتنوض وكتمشي وكتخليه هادي ديما هاد القاعده فيك دايره بحقها كمل معايا الهضره ها هو كمل معايا الهضره ها هو ها هو مريح كملتي وجي رجعتي لداركم سيري لداركم ما فهمتش انايا علاش كتجي دابا كتعاوتي دير لي بحال هكا لا انت راه كتعصب انت راه كتعصب واش على قبل زيف واش شكل الحماق هذا علاش انا كندير شي حاجه حرام ليس شي حاجه ديال ما قلناش انا الحرام ما باش شوفي الله يحبك ما ديريش لنا الموضوع ما جبنا لا حرام لا حلال مساله ديال شوف احترام لا واحد اخر حنا جوج مقادين فاهمين من نهار اللي قلت لك
الزيف مسألة هادشي معروضة، راه يقدر شي واحد يصورك، راه ماشي كي قال لا 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 ما تلقاش. واه شتي وحلتي عليا كاع. دابا انت دابا انت راكي فاهمة علاش، انا نبقى نعاودو في الهضرة. بسم الله، شوفي راه كي قضية الزيف اخر مرة غنجبدو هاد الموضوع، غير بغيتي تستاف الزيني ونوصل شي حاجة اللي انت على والو على الخو خاوي. صافي حنا فاهمين على واحد الحاجة، نبيع لي السر. على واحد الحاجة فاهمين، على واحد الحاجة بالله العرس الا كان مخلط ما تلبسيش شي تكشيطه ما مزيراش، وقرطيني ما زيفك يكون ديما على راسك. هذيك حاجه، ولكن حاجه اخرى فاهم عليا صافي سيتوري عادي. وص ولا لا ولا لا لا صافي لا 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 تحمقين طلع لي الكاز براس طلع. واه واه راه بارك عليا هاد هاد الحاسق ديال اليوم. واه ينفخ عليا راسي من الشيطان الراجل، من الشيطان. شوفي يا غنجيك من الاخر، شوفي غنجيك من الاخر نقول واحد الكلمه. ماك خويا بدا تضربني، ما مشكل ويني على باطل. بسم الله الرحمن الرحيم. انت شك جيبها نقول لك، نقول لك جوع هذاك الشيء علاش؟ واه صافي حنا نجي نطابقين عليه عاد رجعنا المرأة. شوفي شوفي سبحان الله العظيم، بغيت نقر الأخبار ديال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وجا جبريل عليه السلام خبر النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. وهذا الشيء شوف هادو وهادو كفار قريش، المرأة منهم، امرأة ماشي مسلمة. حيدي في حالك. واش فهمتي؟ آخا خلينا مشى، دابا حنا في مشى، واش فهمتيني؟ واش سبحان الله؟ ولا كتخوت عليا؟ لا خلاص وصلت لك. لا كتخوت عليا. اه شوف راه شحفتيني. واش حف كاع؟ مشى لها علي، خرج لها شي علي جبل لها، قال لها علي ولا عمر الخطاب ما عقلش. قال لها خلينا من المشى، دابا المشى راه نزل لها كاع برا كاع. خلينا انا غنمشي انا وغنحيد زيفي، بقات تقول لي ما نقول لك. تحيد زيفك؟ نقول لها بالله مش طاقه. ما يدرش فيها، ما فيها حتى شي حاجه، انا جاني عادي. الزبل ديال تا انت نتوما راه العيط راه شويه مفرح واحد نتوما. كيفاش مفروحه؟ لا كيفاش مفروحه؟ اش غديني؟ لا كيفاش مفروحه؟ غديني وسيري على داركم ياك، وسيري عاد ريح دمك تلقيتي تلقي شعوركم كامل. ماما جيبها الهضره، ديروا بحال عيسى. ماما جيبها الهضره، ماما جيبها الهضره. سيري قلتي لي تمشي عند بوك. علاش ماما جيبها الهضره؟ علاش تمشي عند بوك؟ علاش؟ تاني اي هنا قول لي علاش تمشي عند بوك؟ المراه الحره ما تمشي، المرأة الحرة اللي كانت حرة ماشي تخاصم تقول لي مشي عند امك. اي مرأة كتقول لي مشي عند امك كتستفز الراجل. تفهمي معايا انا باش مشي عند امك؟ راني فات الامثال فاهمة معاك. انت فاتنا، انت اللي فاتنا، ماشي اش كتضحكي علاش؟ اش كتضحكي علاش؟ واش انا طالع لي الكاس وانت كتضحكي؟ وصافي نبيني عليه السلام صافي. واش يا نبيني اجي؟ اجي راه كنضحك معاك، اجي راه كنضحك معاك، والله لا كنضحك معاك. كيفاش كتضحكي معايا؟ كنضحك معاك. كيفاش كضحك؟ دايره فيك مقلب. بنت الهم مخيبه. قال لك بنت الهم ويلك، قال لك بنت الهم كبرتي انت حرقتي يد. دابا كتصوري يحيى غدوزي غدوز والله يتدوز والله يتنقض حد. لا 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 اسمح لي اسمح لي لا حول ولا قوة الا بالله. وركاز عاد خرا ما غداتش تجيب لي الكاس. لا زين 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 غداتش تجيب لي الكاس. والله الا هاد السيدة لا عصباتني زعما خرجتني على كندير بحكا كنغوت معاه نشوفو. والله الا شوف انت شوف 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 مورفاش ليا نغوت عليك هكا. دابا المشكلة هي مورفاش ليا، هذا الشيء اللي جاني غريب. قلت له راه راه يحيى يحيى تا هو تا هو عارف يحيى اجي محقلوب باش يخرج من البيت. مقلب سعيد، مقلب زوين، مقلب سعيد وخرج وقال لك معكم كتغوتوا معايا. تتفق عليا دابا مقلب عليا. برافو
برافو يحيى صحتكم زعما يحيى بعدا ما قالهاش وكنقولوا واه راه السيده راه ما راه ما مولفاش ليها بهذه الطريقه هذه بهذا الشكل هذا تقول لي راه نمشي نمشي ننزلوا نمشي لدارنا وكذا وكذا الله يكفر لك والله يكفر لك وراه عرقتني راه ماشي مقلب هذا راه تحب قلت لكم الا درت لي مقلب غنديروا ليه بالصح ديال البيا ها غندير بوشا يلا ما تنساونيش من لي لايك بوسه لكم كامل اسمحوا لي اسمحوا لي على على اسمحوا لي انا يا رطاري كنشوف فيك الحتومه الحتومه هذاك الشيء اللي قلت لكم وكلاها يلا الزوينات نخليكم باي باي لي فيديو ماجي ان شاء الله السلام عليكم بيضه شديت فيك. Thank you.